جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن ترتل القرآن وتحسن صوتها أثناء قراءتها عند الشيخ لأنه مراقبهم أثناء الدراسة في دار القرآن ويدرسنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يخشى من ذلك الفتنة والافتتان بصوتها فإنها لا ترفع صوتها أو تحسنه وترنمه حيث يكون صوتا فاتنا، وإنما يكون صوتا عاديا. نعم.